Le 5 octobre 1988, à 16h, l'état de siège est décrété. Le pays découvre le général Khaled Nezar. En 1958, il déserte l'armée française pour rejoindre la lutte d'indépendance. Khaled Nezar va devenir l'homme fort du régime. Face à une insurrection, la police n'est pas, et la gendarmerie n'ont pas pu faire face, on a fait appel à l'armée pour faire le sale boulot. Voilà, l'armée pour faire le sale boulot. L'armée pour faire le sale boulot. يقارن فانتين بن داسا مع 40 سنة خدمة في فايدة الجزائر. أنا في الانقلابات يا سيد نزار. أنا خدمة الانقلابات. عندي رصاص في لحمي، رصاص فرنسي. إي ولكن دخلت 100,000 جزائري للقبور. هذا الجنرال كلها خرافة. هذا الجنرال ومجموعة من الجنرالات هم الذين قادوا الانقلاب. لا مهم جدا، مهم جدا. هم الذين قادوا الانقلاب ضد الشاذلي بن جديد، ذهبوا له وقالوا إما أن تلغي الانتخابات وإما أن ترحل. قال لا، أنا أعطيت كلمتي، لا يمكن أن أعود عن ذلك. ذهب الجنرال نزار والجنرال العربي بالخير والجنرال محمد مدي المدعو التوفيق والجنرال قنيزية عباس غزيل رئيس الدرك الوطني والجنرال الجنرال الخامس طيب آخر لا يحضر اسمه الآن. هذا الجنرال والذي يتحدث عن فرنسا كان حتى سنة 58 في الجيش الفرنسي، 4 سنوات بعد الثورة وليس عام أو عامين، 4 سنوات. أنا ما نخليش كلام الله ونتبع كلام البشر. كلام الله أولى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن